صحيح اليوم المنتخب المغربي قام بإنجازه هو التأهل للدور الثاني، إنجاز قامت به بعض من المنتخبات العربية، لكن اللي يفرق اليوم بين المنتخب المغربي وبقية المنتخبات العربية أنه المنتخب المغربي يتأهل للدور الثاني على رأس مجموعة ضم كل من المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم روسيا 2018 والمنتخب البلجيكي ثاني ترتيب الفيفا. السلام عليكم. المنتخب الإيراني كان مطالب بنقطة، كان مطالب بالتعادل أمام المنتخب الأمريكي حتى يتأهل للدور الثاني، ينهزم هدف لصفر. كيف المنتخب الإكوادوري كان مطالب بالتعادل، كان مطالب بنقطة أمام المنتخب السنغالي حتى يفرح شعبه ويتأهل للدور الثاني، لكن ينهزم هدفين لهدف. المقابل المنتخب المغربي رجال أسود الأطلس كان مطالبين بالتعادل أمام المنتخب الكندي حتى يفرحوا العرب ويفرحوا الجماهير المغربية للتأهل للدور الثاني، لكن هذا ما صارش. المنتخب المغربي بين وأكد أنه المنتخب الأفضل في المجموعة وينتصر على المنتخب الكندي ويتأهل للدور الثاني. وقت اللي يكون عندك احتمالين للتأهل للدور الثاني تكون أمام أكبر فخ، الفخ اللي حصل فيه كل من المنتخب الإيراني والمنتخب الإكوادوري، زوز منتخبات نزلوا للملعب من أجل نقطة التعادل ينهزموا، الفخ اللي تفطنه المدرب وليد الركراكي. فهم أنه وقت اللي باش تلعب من أجل نقطة التعادل يعني باش تلعب باش ما تقبلش، وقت اللي تحب ما تقبلش يلزمك تلعب الدفاع، وقت اللي تلعب الدفاع باش تقبل اللعب، وقت اللي تقبل اللعب ثم إمكانية باش يتسجل لك هدف، وقت اللي يتسجل لك هدف ثم إمكانية كبيرة باش تنهزم. وذاك علاش شفنا من البداية المنتخب المغربي لعب الهجوم، 4 دقائق فقط مكنت المنتخب المغربي باش يتقدم في نتيجة عن طريق حكيم زياش بعد خطأ من حارس مرمى المنتخب الكندي. في كأس عالم راك باش تواجه أفضل الملعبية، يعني وقت اللي تغلط تخلص كاش الغلطة هذيك الحارس مرمى المنتخب الكندي تغلطها في الدوري الكندي ما تغلطهاش أمام لاعب كبير في قيمة حكيم زياش. بعد 19 دقيقة فقط وبالتحديد دقيقة 23 نصيري سجل الهدف الثاني ويخلي بصمته في كأس العالم قطر 2022 بعد تمريرة من الجناح الطائر ما شاء الله لا قوة إلا بالله أشرف حكيمي. لكن للأسف الشديد خطأ نايف أوجيرد لاعب وسط هام بعد ما سجل هدف في مرماه صعب شوية المأمورية على المنتخب المغربي. صراحة كنت نستنى في منتخب مغربي الشوط الثاني باش يلعب أكثر الدفاع، لكن هذا ما صارش لأنه الملعبية قبل حتى المدرب عارفين أنه الدفاع المطلق ما ينجم كان يولد الأخطاء. قدامش تصمد درجين ربع ساعة نص ساعة أكيد ضغط المنتخب الكندي باش يأثر عليك وممكن تخطأ يساوي هدف ثاني هدف تعادل، وقتها المنتخب المغربي باش يدخل في دوامة أخرى. لكن كجماهير مغربية كجماهير عربية نقولوا الحمد لله هذا ما صارش. المنتخب المغربي يفوز اليوم على المنتخب الكندي، المنتخب المغربي يتصدر المجموعة ويتأهل للدور الثاني، وهذه هي نتيجة وقت اللي يكونوا عندك ملعبية ينشطوا في أندية كبيرة في أوروبا يديريجي فيهم مدرب في قيمة وليد الركراكي. نتيجة ما تنجم كانت تكون تأهل المنتخب المغربي للدور الثاني. اليوم صراحة ما كنتش نتصور منتخب مغربي ينهزم أو حتى يتعادل ومتواجد في صفوفه كل من سفيان أمرابط أشرف حكيمي حكيم زياش ويوسف النصيري أفضل 4 ملعبية من جانب المنتخب المغربي في المقابلة. بالملعبية هذوما وقت اللي يكونوا في أوج العطاء بتاعهم المنتخب المغربي ما ينجم كان ينتصر على المنتخب الكندي. مبروك للمنتخب المغربي، مبروك للجماهير العربية بالإنجاز الكبير اللي قاموا به رجال أسود الأطلس. وفي الختام البياري متبقى كمش يقولكم تحية تونس تعيش تونس كلنا تونس وسلام.